إلى وزير النقل السيد رزاق محابس، وكذلك إلى مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل. وصلتني مناشدة من بعض الموظفين في محطات السكك التابعة إلى محافظة الناصرية والسماوة وكذلك محافظة الأنبار، يطالبون برفع الحجز عن عقاراتهم، لأن هم دفعوا ما بذمتهم من مبالغ، دفعوا الفلوس اللي عليهم، ليش ما جاي ترفعون الحجز عن عقاراتهم؟ أنا اللي أتمناه من عندك يا معالي الوزير، واللي أتمناه من عندك يا مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل، أن تسهلون أمرهم، لأنه الجماعة أيسوا اضطروا أن يوصلوا صوتهم إلى الإعلام، فليش معرقلين الموضوع مالهم؟ ليش ما تمشون معاملاتهم؟ اللي أتمناه من جنابك الكريم يا معالي الوزير، وأنا متأكد ودا أشوف جولاتك الميدانية تفتر منا ومناية وتحاسب وتسوي، بارك الله بجهودك، اللي أتمناه أن تتابع بنفسك هذا الموضوع، ترفعون الحجز عن عقاراتهم، وهذا حق مشروع لهم، يعني من حقهم أن ترفع الحجز عن العقارات، صار لهم سنين يدفعون وهسه سددوا المبالغ كلها، شنو الموضوع؟ ليش ما جاي ترفعون الحجز عن عقاراتهم؟ اللي أتمناه من عندكم تسهلون أمرهم وتبتون بالموضوع، ولا على أبسط شغلة ترجعوهم، رحم الواديكم، والله عندك نقص فلانشي، نقص فلانشي، نقص فلانشي، وتبقى المعاملة الطول، ليش؟ دافعين المبلغ، أرفع الحجز على بيته وكان الله يحب المحسنين. ما على الرسول إلا البلاغ المبين، أني إنسان وصلت صوتهم إلى معاليك وكذلك إلى مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل، وأتمنى أن تتخذون الإجراءات السريعة وترفعون الحجز عن عقاراتهم. ولكم من التحية الإعلامي علي الدلوي.